السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة اقتراب شهر رمضان علينا جدا، ولاحظت ان في اعلانات كتير بتتكلم عن كتاب القرآن تدبر وعمل، وحقيقة انا لاحظت الاعلانات الكتير دي من السنة اللي فاتت تقريبا. طبعا كلنا داخلين على مواسم طاعة، فالناس بتحاول ان هي تقرب من القرآن، تقرب من التفسير، تقرب من التدبر. بس انا صراحة لقيت ان البسطات المكتوبة عن الكتاب ده اوفر قوي، يعني اللي كاتب البوست محسس ان اللي انت ان انت هتشتري يعني حاجة كده هتنقذك من كل الدنيا اللي انت فيها. فانا عن نفسي بشوف، واعتقد ان المفروض كلنا نفكر كده، لما بشوف بوست او بشوف كومنت في اي حتة بشوفه اوفر قوي، يعني بوزيتيف بشكل يعني ايجابي بشكل مش طبيعي مبالغ فيه، او حتى لو سلبي بشكل مبالغ فيه، بحس ان الكلام ده يعني منطقيا هيبقى مش حقيقي. طيب ايه المشكلة في ان يكتبوا الكلام ده على البوست؟ يعني الموضوع بيبقى دعائي، والموضوع بيبقى ايه، بيع وشراء في الاخر. فهو مش بيبقى حريص ان هو يوفر لك انت هتستفاد ايه من الكتاب، ولكن كل الكلام بيبقى مكتوب عن الكتاب. الكتاب ده غير حياتي، انا ما كنتش عايش قبل ما اشتري الكتاب ده. يعني بس ما فيش اي حاجة يعني حقيقية، يعني انا مثلا ما كنتش بعمل كذا وبقيت بعمل كذا مثلا، او تدبر القرآن غير في حياتي 1 2 3. لان طبعا اللي بيكتب اصلا هو ما عندوش تجربة مع الكتاب، ويعني ممكن جدا يكون ما قراش الكتاب اصلا، ده يعني اكيد هو ما قراش الكتاب اساسا، هو بس جاب له اي كلمتين عشان المبيعات بقى تبقى كتير والناس تقتنع ان الكتاب هو فظيع. طيب هو الكتاب ينفع لناس وما ينفعش الناس، وهو ده اللي خلاني اقول البوست، خاصة ان الكتاب بقى غالي جدا. يعني انا اخر مرة شفت الكتاب كان معدي 275 تقريبا، فالكتاب بقى غالي جدا، وفي نفس الوقت انا مش عايزة حد يشتريه وبعد كده يبقى يتركن زي ما بنعمل كتير في كتب كتير احنا بنشتريها، او ما نفتحهوش، او نحس ان لا انا كنت محتاج في الوقت ده لكتاب تاني، مش هو ده الكتاب اللي هيفيدني في الوقت ده. القرآن تدبر وعمل، كتاب حلو، انا مش مختلفة على الموضوع ده، ولكن احنا دايما كده نفكر ونبقى فاهمين التدبر ده معناه ايه. تدبر يعني تفكر في الآيات، تفكر في الآيات ده انت المفروض تطلع منه بعمل انت المفروض تعمله. او اعظم تدبر بعيدا عن كل التعريفات وكل المفاهيم، اعظم تدبر للقرآن ممكن تعمله في حياتك ان انت لما تقرأ آية وتعرف تفسيرها الصحيح، تفسيرها الصحيح، لان احيانا بيكون فيه في عقلنا تفسير مش هو ده تفسير الايه خالص، او انا افهم كلمه، لان طبعا احنا اللغه العربيه عندنا يعني بعافيه شويه، فممكن افهم كلمه بمعنى وهي اصلا مش معناها كده. فانا لازم قبل التدبر مبدئيا اكون فاهم المعنى الصحيح للايه. يبقى احنا كده فهمنا ايه، ان انا قبل ما ادخل في موضوع التدبر مفروض اقرا التفسير، ده اول حاجه. تمام. طيب انا يعني قريت شوية في التفسير، يعني لازم تبقى قارئ في التفسير بصراحة كويس، خاصة عشان تدخل على الكتاب ده وتفهم فيه. وانا هوريكم جزء من الكتاب ده بسيط خالص، واساسا وهوريكم الكتاب ده بيعمل ايه. بس ببساطة انت لازم تكون عندك يعني خبرة شوية في التفسير، يعني قريت تفسير في الايات. طبعا انت مش لازم تقرأ المصحف كله كتفسير، ولكن نفترض ان انا حافظ مثلا سورتين او ثلاثة او جزء او اثنين او ثلاثة، وانا مع الحفظ قريت التفسير فانا بقيت فاهمهم، فانا حبيت انتقل لمرحلة التدبر في الجزء اللي انا حافظه ده او في الجزء اللي انا قريت التفسير بتاعه ده، تمام جدا. لكن ما بقاش انا عمري ما قريت تفسير ولا اي حاجة واروح الاقي الكتاب ده اقول تمام هو ده، يلا بينا الكتاب الفظيع الرائع اللي هيغير حياتي ده يلا نشتري. لو اشتريته وانت ما قريتش تفسير قبل كده مش هتفهم فيه اي حاجة، وانا هوريك دلوقتي ليه. تمام. يبقى اول حاجة عايز تعملها لو انت حابب تفهم القرآن وتفهم معانيه الصحيحة، لازم تقرأ في التفسير. لو انتوا حابين الناس اللي هتسمع الحلقة، يا ريت تعملي كومنت ان لو انتوا حابين ان انا اعمل لكم حلقة في عن كتب التفسير البسيطة اللي انا اعرفها. انا طبعا مش عالمة يعني في المجال ده ولا حاجة، ولكن لو حابين ان انا اعمل حلقة عن الكتب بتاعة التفسير البسيطة اللي انا اعرفها، وايه اللي ممكن نبدأ بيه ونتدرج بعد كده من كتاب ايه لكتاب ايه. وطبعا معظم الكتب بتاعة التفسير دلوقتي موجودة على البلاي ستور عادي جدا، يعني ممكن تنزلها كتطبيق على الموبايل تيسيرا علشان أسعار الكتب بقت غالية جدا. التدبر ده يعني أنا بتفكر في معنى الآية، وقلنا معنى الآية الصحيح، يبقى عشان أعرف معنى الآية الصحيح يبقى لازم أقرأ تفسيرها الصحيح، أتفكر فيها. وبعد ما أتفكر فيها، يعني أتفكر فيها، أنت بتحاول تسقطها على حياتك، تشوف هل الحاجة دي أنا بعملها ولا لأ.
بعملها تمام، لازم اكمل فيها واحسنها كمان واخد بالي منها واهتم بيها واكبرها وانميها. انا ما بعملش الحاجه دي خالص وانا بعيد عنها كل البعد، يبقى لازم الخطه بتاعتي يكون فيها ايه، ان انا لازم ابدا اهتم بالجزء ده، ولازم ابدا الحاجه الغلط اللي انا بعملها وفهمت انها المفروض ما اعملهاش يبقى ما اعملهاش، الحاجه الصح اللي انا لازم اعملها وانا مش بعملها يبقى لازم ابدا اعملها. لو انت خرجت بموضوع التدبر ان انت تعمل كده بس، يبقى انت وصلت لاعلى حاجه. ليه؟ لان مش ملوش اي معنى ان اقعد اقرا في كتب تفسير واقعد اقرا في كتب تدبر واقعد اقرا الايات دي بتقولي المفروض تعمل كذا وما تعملش كذا، وانا في الحقيقه مجرد بس بقرا عشان المعرفه وانا ما بعملش اي حاجه وما بغيرش من نفسي خالص. يبقى الافضل لو انت مش هتغير نفسك يبقى ما تتعلمش، لان التعليم والتفسير وكتب التدبر كل الحاجات دي يوم القيامه يا هتشهد ليك يا هتشهد عليك، لو عملت بيها هتشهد ليك. لو انا فضلت اتعلم واقرا وانا ما عملتش بيها اي حاجه وبقرا لاي سبب، يا بقرا علشان ابقى عارف بس مش اكتر، بقرا علشان افضل اتكلم كده مع الناس واقول لهم ان دي يعني كذا ودي يعني كذا واتفاخر يعني كده قدام الناس، يبقى انا كده ما عملتش حاجه. يبقى الحاجات دي الكتب دي والتعليم ده هيشهد عليا يوم القيامه. تعالوا نشوف كده الكتاب سريعا هو بيكون فيه ايه وليه انا شايفه ان احنا لازم يكون بعد مرحله كتب التفسير. ادي الكتاب يا جماعه، طبعا دي النسخه الكبيره يعني الكتاب حجمه ضخم، في نسخه بيكون حجمها اصغر شويه. لو انا بس قربت كده الكاميرا شويه ادي الكتاب من قريب اهو، يعني قد ما قدرت. دي اول صفحه سوره الفتح، بيبقى متقسم كل صفحه لنفس الاجزاء، بياخد كل ايتين او ثلاثة او لو آية كبيرة شوية او لو جزء من آية، يعني الجزء ده المفروض ان هو خاص بالتفسير، والجزء ده بيبقى صغير جدا. يعني لو انا بصيت مثلا في صور كبيرة زي سورة البقرة او دي كده سورة البقرة، الصفحة دي عشان تتفسر في الشوية دول قليلين جدا، الصفحة دي عشان تتفسر في الشوية دول قليلين جدا. لو انت عايز تقرا تفسير هتلاقي بقى صفحة كاملة بكل كتب التفسير لتفسير كل صفحة، تمام؟ وأحيانا بيكون كمان أكتر من كده. فهو جايب نقاط مختصرة عن التفسير، وحتى بيكتب لك جنب الجزء بتاع التفسير هو جاب التفسير ده منين. يعني مثلا هنا كاتب ابن القيم، تمام، ده من تفسير ابن القيم. في أجزاء تانية بتكون من تفسير تاني، يعني في آيات بتبقى مكتوب قدامها من تفسير السعدي، في بتبقى من تفسير الطبري. المهم ده مثلا من تفسير ابن كثير الجزء ده. المهم ان هو بيقول لك الجزء ده من تفسير ايه، والجزء بتاع التفسير ده بيبقى قليل. لو انت مش قريت تفسير قبل كده ما يتهريش انت هتفهم المقصد من الآية ايه. بعد كده بيجيب معاني الآيات، تمام، بقى كده بيجيب العمل بآيات المفروض تعمل ايه، هو ده جزء التدبر، العمل بالآيات والتوجيهات بس. يعني هو ده اشبه بالتفسير ولكن على صغير، يعني المفروض التفسير هيبقى فيه جزء اكبر من كده، عشان كده بقول لك ان التفسير الاول بالنسبه لك هيبقى مفيد. فلو انت ما قريتش التفسير فانا لا انصحك انك تبدا بالكتاب ده، هتحس ان هو تقيل والالفاظ بتاعته تقيله، فانا لازم ابدا بتفسير وكمان تفسير مبسط في الاول، وبعد كده ابقى استخدم تفسير اكبر زي تفسير السعدي او الطبري او ابن كثير، وبعد كده الجا للتدبر. انا ما بقولش ان احنا هنخلص كل الكتب دي لا، ولكن انت مثلا زي ما اقول لك انت قريت جزء اتنين في التفسير ثم بعد كده حابب انك تقراه في التدبر، تمام، بس ما تدخلش على التدبر على انه اول مرحله هتدخل بيها على القران. احنا كلنا بنعرف ندبر القران يعني بالفطره، يعني انت بتشوف ايه عن الجنه بتبقى فاهم ان هي عن الجنه وبتدعي ربنا ان انت تتقرب للجنه بالاعمال الصالحه. طب التدبر بقى اعملها ازاي؟ انت كده فهمت الايه، اعمل بقى الاعمال الصالحه عشان ادخل الجنه، وهكذا. بنشوف ايه عن النار بنبقى عارفين دي عن عذاب النار وبنستعيذ من النار وبنتمنى ان احنا نبعد عن اي عمل احنا بنعمله بيقربنا من النار والعياذ بالله. يبقى ده يا جماعه ترتيب الكتاب، ده جزء التفسير زي ما قلت لكم بس التفسير قليل جدا، معاني الايات ومعاني الايات برده قليله جدا، يعني انت لما تدخل في ايات بتبقى صعبه اصلا، فمش هيبقى كافي في الصفحه ان هو يجيب لي معنيين او ثلاثه، تمام. يبقى معاني الكلمات اللي هنا مش كتير. الجزء الخاص بالتدبر اللي هو بيميز الكتاب ده عن كتاب تاني هو العمل بالآيات والتوجيهات. وفي بعض كتب التفسير اصلا يعني زي المختصر بتلاقي فيه في الاخر هو احنا ايه اللي استفدناه من الصفحة دي وبالتالي نحاول ان احنا نعمل بيه. يعني الكتاب محتاج ان انت تكون على خبرة الاول بالتفسير شوية
بعد كده تبدأ انت تجيب الكتاب ده. وانا انصحك لما تحب تجيب اي كتاب حاول تنزله من على النت الاول وتقرا فيه صفحة اتنين كده، مش هقول تقراه كله، في ناس تعرفش تقرا على الموبايل او ما بتحبش كده، تنزل كتاب ككتاب او كتطبيق ايا كان وتبدأ انت تقرا فيه صفحتين او ثلاثة يعني قدر على قد ما تقدر كده، وتشوف هل انا فاهم والكتاب ده مناسب لقدراتي دلوقتي، تمام. لا حسيت ان انا مش فاهم أبدأ بقى ارجع لورا واجيب مرحلة اقل علشان اشوف انا فاهم المرحلة دي او لا. ان شاء الله المرة الجاية هكلمكم عن كتاب تاني برضو في التدبر بس سهل وبسيط اي حد ممكن ان هو يقرا فيه. تابعوني بإذن الله الحلقة الجاية كتاب تاني. شكرا. طيب كده الحلقة خلصت، يا رب أكون أفدتكم ومش طولت عليكم، فيا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. وكانت معاكم رنا وقناة بيتك مع رنا، ومع رنا حياتك إن شاء الله أحلى.